السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم طبيعة الحال كما تعرفوا نكملوا في لأنه كاين تطورات جديدة. الناس الذين يهمهم الأمر والموضوع ربما هو الأهم في الفترة هذه القادمة، في الأيام القادمة راح يكون الموضوع تاع تحرك قوات خليفة حفتر باتجاه الحدود الجزائرية، رد تاع نظام لاوز اللهيبة على مواقف الدور تاع روسيا. راهو زاد دركا نجيبوا شوية تصريحات رسمية حول هذا الموضوع، راح يكون هذا الموضوع والشرح تاع لماذا تحركت قوات خليفة حفتر في هذا الوقت بالذات. في هذا الوقت بالذات قبل هذا كنت راح نخليهم بعد، ما كاينش في التعليقات تاع تربيط بويتر هادي لا ياما، نخليوها لهم في خاطرهم. صراحة ولو انه الحمد لله اليوم هي النهاية، انا ندير معكم وقفة في بعض الصور. اسائلوا طبيعتكم البشرية كبشر، كلنا بشر، كلنا عندنا طبيعة، كلنا عندنا رؤية. العلاقات الإنسانية كيفاش تكون؟ أريكم بعض الصور مجردة دون تعليق مني ونشوفوا ما رأيكم في الموضوع. نشوفوا أولا على التركيب، نعاودو نركزو شوية بشوية وحدة وحدة نشوفو الصور. نقربو شوي نزيدو نشوفو صور أخرى. مثلا نزيدو نشوفو صورة أخرى، أدري إذا كنا نحتاجو إلى تعليق. نزيدو نشوفو، نقدر هكا بسم الله. أنا مدابية نعرف الرأي تاعكم في الموضوع. كاين خصوصا هذه، أنا ندير وقفة يا جماعة ما تقلقوش، نقربها لكم شوي. ما فهمتش ما هو المطلوب في الليلة. نفرح بماذا؟ نقول ما فهمتش. ما يمكنش تسمى، ما يمكنش نتقبل أمر مثل هذا ولا صور مثل هذه. ياكم تشوفوا كيفاش نشوف امرأة تتعرض إلى ضرب وحشي. شكون تشوف امرأة في الشارع يضرب فيها راجل وتروح، ولا رجل، ولا لا أدري ماذا، وتبدأ با 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 با. وش بيك يا صديقي؟ نشوف التعليقات اليوم الغريب في الأمر. اليوم سكي الحاجة اللي مخك يحبس. شوف الله، لو كان نروحوا بي اف ام تي في مثلا نتكلموا على الموضوع. صبر نهبطوا شويه. تعليقات الايجابيه كلها باسماء، يعني نقولوا تاع تاوعنا. مثلا تلقى موسى راهو يشكر، تلقى مروان راهو يشكر. لا ميور ريبونس كيل بويس، تلقى سهام نفس الشيء. تروح الجيل اول تعليق تاع فرنسي تلقاه مثلا في الصفحه تاع بي اف ام تي في، يقول له برافو ماك. يعني شكرا خونا.
ولا هنيئا الخونة. تعليقات لي روحوا شوفوها بنفسكم من بعد اللي يحب يتأكد. تروح تلقى هذا سمير ما نسميش الألقاب باش منه، نفس الشيء يشكر برافو إيمان. تروح لسيبريان أول واحد لقيته بالاسم تاع فرنسي، إلا كومباتو، إل أكومباتو أفيك لو كور، إي سا سي بو، برافو أ سو شامبيون، ريسبي ميك. إي بور لي هيترز تو تومبالي، راكم على بالكم واش تعليق هو تعليق تهكمية. هذا سيبريان. تيغي نفس الشيء، يحط صورة هكا تاع راكم تشوفوا الصورة راهي هنايا على أساس موسى، كي نوصلوا لموسى اسم جزائري. فيليسيتاسيون، هنيئا وأنها تقاتلت بشرف. ليلى تقول هنيئا. دوكا نزيدوا نوصلوا لتيغي، والله راني علم مباشر ندير لكم في هذه القضيه. تيغي واش يقول؟ برافو شامبيون، هنيئا لك يا بطل. نهبطوا لكمال، كمال يقول فيليسيتاسيون، هنيئا لك. محمد راهو يشكر. ما كانش تعليق تاع واحد فرنسي تقريبا يقول لك مثلا بانه هذه امر طبيعي وروحوا شوفوا بنفسكم. تلقاو الاف التعليقات كلها هنيئا لك من طرف ناس باسماء جزائريه، الباقي يعني شوف كيفاش انقلبت الموازين. يعني شوفوا وين وصلنا. فقط على اساس العلم الجزائري، هز العلم الجزائري ولا هز العلم الجزائري، لازمني انا نطبل الامر يتنافى مع المبادئ، يتنافى مع القيم البشريه، يتنافى مع الطبيعه البشريه. لازمنا نصفق انا المراه تتعرض الى ضرب وحشي، هذيك الايطاليه واللي جاوا بعدها تشوف مراه في الشارع تتصفق يضربوا فيها. لو كان ضرب فيها مرة واحدة أخرى ممكن تشوف مرة مع مرة تروح تصفق ودير لهم لومبيونس، يدبروا راسهم من سابين بعضهم. لكن أننا نوصلوا للدرجة هذه بطبيعة الحال التقبل، تقدر تقول لي ماذا تريد التقبل تاع الآخر؟ احنا ماناش حابين نمحيو الناس، ما حابينش ننفي وجود الناس. لكن في الرياضة صديقي، المرأة مع المرأة إن سي سا كي ما يطوني. وديروا كلكم تجربة. ها تروح الرشيد، سنحكي للأجيال القديمة في الصفحة تاع بي اف ام تي في، قناة فرنسية يكتب بالعربية. تروح فيرجيني واش تقول؟ 1m78 -66 كيلوغرام افيك سيت كارور شابو لامي. امي ذكر. كارثة. تهبط صابرينا تقول لها برافو هنيئا. تهبط الغوجي يقول لها بوكسوز ويضع علامة استفهام. علم مباشر دون اي هوا جبتها لكم بلا ما نديرها، سي با اون كابتور ديكرون، سي مباشرة. رحت لو فيل هذاك قاعد نشوف كذبوا على بعضنا. ديروا الكامين اوت وتهناو، خرجوا عيني عينك. ها وهي وتناقضات، من بعد تلقاهم يقول لك اللوبيات وتاع المثليه وكذا، وحنا ما نقبلوش، وحنا بلاد الرجال، وحنا بلاد الاخر تاع لجل الميداليه الذهبيه. اوب 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 او وعاش ايمان راجل ما تشراش. كيليان مور فرنسية، جيب جبتنا الميدالية يا خو. وكان برك ما جبدتش الكاس هذاك صورت معاه، ما معليش، المهم الميدالية. كمين كنش اسمع
ولازم شويه منطق، لازم شويه مبادئ، لازم شويه قيم. ماشي درك واحد جزائري درك لكان جزائري يدير كارثه نولي نساندو، ولا لكان جزائري يمثل العالم الجزائري بدون شرف مثل ما في الصور هذه. ايوا صاحبي تشكك في نفسك، تولي تقول لي كيفاش انا ما نعرفش ما هي، ما نعرفش انا نفرق بين المراه وشيء اخر. وين رحت انا كنا ضربته، وين راح للطبيب قال له مستحيل انه تكون ضربات الطفله. قال له هاي والله العظيم كان مستحيل انه ضربات الطفله. قال له وين راح ضربك بالمارطه وراش كله مستحيل. وين رحت انا كنا لاحظت الايطاليه هذيك، هذاك ما قالت جورجيا ميلوني، قالت الايطاليه ديالنا مستحيل ضربتها طفله. هذاك واش قالت جورجيا ميلوني؟ ما قالت والو، قالت الكلام تاعك بالضبط. مستحيل ضربتها تقول، قال لها الطبيب تقول مرطو يا شتك. افكتيفمون هذوك حنا كيما نجحنا في والو نوليو توليو تا واللي تدخل طفل بارامتر واللي تدخل طفل اعدادات النظام الجزائري ما فرينا في حتى حاجه. درك على امل نجيبوا ميداليه ولا شي حاجه، واللي تدخل طفل عاود سمع صراحه تنسيب. من رحت الماكينة ضربته، وين راح للطبيب قال له مستحيل انه تكون ضربات الطفلة. قال له هاي والله العظيم كان مستحيل انه ضربات الطفلة. قال له وين راح ضربك بالمارطة وراش كله مستحيل. وين رحت الماكينة مانيش انا اللي قال نقولها المعنية بالامر شخصيا. ما فهمتش دونك الليله هذه واش ندير، فهمتش انا يبعثوا لي على بالك نصار النظام في الوقت قبل ضرب طلع على الواتساب. شوف الميداليه يا خائن يا عميل، شوف قريب يبعثوا لي هذاك العلم تاع المثليه يقول لك درك خلاص نحيوا العلم الجزائري، درك حطوا العلم تاع كذا وكذا وكذا على قول التبون. سي بون هبطوا الاعلام راه ما بقاش، راه ما عندكم وين تزيدوا صديقي. على كل حال الميدالية الذهبية حصلت عليها المتنافسات اللي نفسوه. انت الإيطالية هذيك كي شدت 46 ثانية راهي بالاصل والله عندهم الحق الاتحاديه الدوليه للملاكمه عطاوها 100,000 دولار، نورمالمون يعطوها مليون دولار. شدت 46 ثانية يا جدك، سيذكروا كي التاريخ هذيك الطليانية، سيذكروا كي التاريخ 46 ثانية. كشغل تجيب، ما على باليش انا، تجيب هاري كين تحطو في البطولة تاع البطولة الفرنسية تاع كرة القدم النسوية، شحال راح يمركي؟ والله نفس تحط هاري كين، تخيل تحطو مع هذوك الاولمبيك ليوني ولا احسن نادي، في تحطو في اسوأ نادي في كرة القدم النسوية اللي يلعب مع اقوى نادي، راح يمركي 1000 هدف. راه ما يمكنش هاري كين يلعب في كرة القدم الرجالية، يلعب في بلاصتو ما يروحش يلعب مع النساء. ولا كي شغل تجيب حتى لو كان تجيب الزلزولي بعد تحطو في كرة القدم النسوية يا ويولي يطير، مع احتراماتنا للزلزولي صراحة صراحة رصاصة طائشة. راهو عندي مشكل معاه، مشكل شخصي انا والزلزولي مع احتراماتنا الشديدة الزلزولي.
نحطوا الزلزولي في البطولة تاع كرة القدم النسوية يولي بالون دو. دونك هذه راهي إشكالية كبيرة صراحة. على كل حال هذه كانت فقط قوس مع الأحداث هذه. نسمعوا نروحوا للموضوع تاعنا. نسمعوا ممثل القوات تاع خليفة حفتر ومن بعد نقراو بعض المقتطفات. انا ما اظن لازمني نجيب برك لا كابتور. لا جبتها. نسمعوا برك مقتطف. بسم الله الرحمن الرحيم. تهيب رئاسة أركان القوات البرية بالقوات المسلحة العربية الليبية بالسادة المواطنين الكرام إن تحرك وحداتها نحو الجنوب الغربي للبلاد يأتي ضمن الخطة الشاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي. هذه رئاسة الأركان بطبيعة الحال اللي هي القوات التابعة للمشير خليفة حفتر. وهنا الناطق الرسمي يتكلم على سبب تحرك القوات يعني القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باتجاه الحدود الغربية للبلاد للوطن واستقراره في هذه المناطق الحيوية وذلك من خلال تكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة. تؤكد رئاسة أركان القوات البرية إن هذا التحرك الذي جاء تنفيذا لتعليمات سيد القائد العام المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر ويأتي في إطار سعيه الدائم والدؤوب لتعزيز الأمن على الحدود. أنا المهم يعني هذا فقط للتأكيد الرسمي أنه كان تحرك للقوات ولو أنه البارحة راكم شفتوا الصور كلها اللي عرضتها يعني من تحرك من البارح كانت تحضيرات بطبيعة الحال راكم شفتوها كلكم. أنا كانت تحضيرات من أجل تحرك القوات تاع المشير خليفة حفتر باتجاه الحدود الجزائرية يعني في الشريط الحدود الغربية بالنسبة لليبيا بطبيعة الحال. واليوم كان توضيحات أكثر. نقرأ لكم هذا المقتطف. قال المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري إن تحركات قواته باتجاه الجنوب الغربي يأتي ضمن خطة تعزيز وجودهم لمنع العمليات غير المشروعة عبر الحدود ولا تهدف للانتقال لمناطق جديدة. لأنه هو أشار بأنه هو ينفي ولو أنه بطبيعة الحال هذا فقط يدخل في الاستراتيجية العسكرية تاعهم ينفي بأنهم دخلوا لمدينة غدامس. وأضاف المسماري في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية. المسماري يا أخويا هاو انت لو كان ما قدرتش لو كان مدي تصريح لوكالة الأناضول على الأقل تسطروها شوي. الأناضول هما حكم الطرابلس على كل حال ماشي سبوتنيك مباشرة. معليش. أن هذه التعزيزات جاءت في ظل تحركات ومعارك تشهدها دول الجوار خاصة في مالي مع عدم استقرار الوضع في النيجر ولذلك أرسلوا قوات لمناطق سبها وغات وأوباري وبراك العسكرية. براك منظومة براك الإسرائيلية اللي شراوها الجيران. لكن هنا تفهم الإشارة الواضحة انه القوات تاع المشير خليفه حفتر تقول بانه التحرك كان بعد ما حدث في مالي في شمال مالي والحماقه اللي ارتكبها النظام الجزائري لما دعم تنسيقيه الازواد اللي ارتكبت ما ارتكبت الجريمه اللي ارتكبتها في حق القوات تاع الجيش المالي والشباب تاع الجيش المالي اللي ماتوا والعناصر تاع جماعه فاغنر يعني واللي كانت عدد كبير من الضحايا. وأكد هنا يتكلم على وقف إطلاق النار. وذكر المسماري أنه من غير المقبول توظيف تحرك قواتهم لزعزعة الاستقرار وأن تكون شماعة لتعليق بعض الأزمات عليها خاصة بعد أزمة مجلس الدولة الأخيرة. ويقول المسماري أن قواتهم لم تتحرك بناء على أي موقف داخلي بل لصد التهديدات الموجودة في مناطق الجوار وتهدف لتأمين أكثر من 700 كيلومتر حتى لا تكون معبرا اسمعوا مليح للجريمة المنظمة والإرهاب حسب قوله. يعني الآن القوة تاع المشير خليفة حفتر تشير بشكل واضح إلى أن الحدود خصوصا مع الجزائر
صارت يعني مصدر للإرهاب، لأنه كما حدث في شمال مالي، وهو أخذ المثال تاع شمال مالي، يعني أنه لما التنسيقية تاع الأزواد أعطي لها غطاء جوي، اليوم وكأنه القوة تاع المشير خليفة حفتر تقول بأنها تنفذ في عملية استباقية، يعني حتى لا يحدث لهم ما حدث مع الجيش المالي، وهي صراحة خطوة ليست بالغبية تماما وضرورية بالنسبة للأمن القومي لليبيا، لأنه النظام الجزائري معروف دعمه للجماعات الإرهابية في المنطقة، وما يحدث في شمال مالي خير دليل على ذلك. يعني خرجوا عيني عينك صراحة، سواء لما تشوف تصريح لوكالة سبوتنيك، يعني روسيا صارت بشكل واضح تتحرك ضد النظام الجزائري بعد الاستفزازات الأخيرة لهم، يعني أنه راح يفتحوا نار جهنم علينا في المنطقة. وش دخل الجزائر في الموضوع؟ وش دانا القضية هذه؟ السؤال يبقى مطروح. وفقط سنة تشوف نسمع واحد السيخونة كان واحد يقول واحد الكلام، كان يقول واحد الكلام يا خويا، باش تكون اول عاصمة مغاربية وافريقية يحتلوها المرتزقة، كنا ندخلوا انا ذاك تدخلوا عسكريا، ندخلوا بصفة ولا اخرى، ما نبقوش مكتوب في الايادي. ولما قلنا خط احمر حقيقة كان خط احمر، وفهمنا اللي تبونا هذا الوقت نار الحوار مع الجزيرة. لما قوة مشير خليفة حفتر اقتربت من طرابلس، وكان تدخل بطبيعة الحال من تركيا، تركيا هذاك الوقت دعمت الحكومة تاع طرابلس وأوقفت الهجمة على طرابلس. تركيا الله الله وزن هيبة ومواقف، طائرة تاع بيريقدار تي بي 2 اللي وفرتها بدعم مشاركة عناصر من الجيش التركي مباشرة، من القوات الخاصة التركية مباشرة، وأوقفت الهجمة على طرابلس وقتها. تبون كي خلصت الحكاية جا في الجزيرة قال لهم طرابلس خط أحمر. إيوا تبون طرابلس خط أحمر، وغدامس طرابلس راهي بعيدة عن الحدود الجزائرية، وغدامس خط أخضر ولا كيفش؟ ما ديرناش شي هدا قرب تتشكو ما كانش. تبقى لك طرابلس خط احمر على اساس هما كانوا سامعين بيت. تخيل انت واحد القضيه خلصت، الناس ربما ما تتابعش هذا الوقت كي كان تبوني يتكلم هنا في الجزيره، راهي كانت القضيه انتهت، خليفة حفتر رجع القيادة العامة تاعو، القوة تاعو رجعت إلى مناطقها، تموقعت في بنغازي، المهم طرابلس رجعوا عادي عايشين صربلتاي وعايشين. تبون قال لك أو طرابلس خط أحمر، يا ولدي طرابلس راهي عندها أشهر من اللي خلاص القضية خلصت. غير واحد قال لي راك تضحك روحك بالسيف، على من راك تضحك؟ شكون ضحك؟ رانا حنا المضحكة صديقي، رانا حنا المضحكة شبيبة، مازال ما فقتش، راهي دايما نقول راهي المضحكات المبكيات هذه، راني نضحك ونبكي في نفس الوقت، راهو 90% راهو سانغيغ نيرفو، راني نضحك من العصبي، يعني ضحك عصبي، تما ما تحكمش في نفسك، تما الوضع تاع البلاد صار كارثي، البلاد هذه صارت مزبله، عندك شخص كيما هذا يمثلك، قال له طرابلس خط احمر، هذه تبقى في هذه تبقى في التاريخ، طرابلس خط احمر يا جدك، لا وزن لا هيبه لا مواقف، يقول لك طرابلس خط احمر بعدما انتهت القضيه. استنى نشوف برك هذا لا كان يزيد يطفى في وجهنا، عفوا نزيد لك تضحك شويه تشوف المضحكات المبكيات. ها كي نبقاو في الموضوع تاع ليبيا، بالك ما كنتش معنا انت البارح باش تضحك وتبكي في نفس الوقت. اسنا طراش اسنا صديقي، حنا راها تبون
هذا رئيس، هذا بنادم يمثل بلاد. ما حفظتوش شي رئيس. ما نشخص الامور، انا حفظت كلفوا لي بيت كلفوا به اللي بين. انا ما عندي. يريد الترشح للرئاسية. شغله. الا كان قابلين اللي بين. شنو؟ تهديدات تعاود للغير. تشك. 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 روح روح قول. روح وهدد الجزائر. بندى من يزيد لها حاجة تشك. تشيك روح روح كل غرميز تروح روح هذيك برك اصديقي اللي قلت لي على الضحك راهي هادي يضحكوا الناس اللي ماشي جزائريين والله لو كان ماشي جزائري تضحك ليل ونهار الدليل راك تشوف التعليقات راه ميتين بالضحك علينا بصح حنا كي نشوفوا هادي رانا نبكيو بالدموع راك تضحك ومن بعد تفكر تقول ايه هادي راهي صورة البلاد راك تحب تضرب راسك في الحيط هذا بنادم يخليك تفرح بانك راك تشوف في الموضوع هذا الناس لو كان جات الجزائر وزنه هيبه ومواقف لو كان القوة تاع خليفة حفتر مستحيل تتحرك جهة الحدود ولو كان اصلا ماناش نتحطوا في موقف مثل هذا اننا نروح نستفز قوه مثل روسيا في المنطقه اننا نستفز دوله مثل الامارات هذيك تاع الامارات انا نهار قلتها منذ نهار داروا هذاك الاجتماع تاع المجلس الاعلى للامن وقال لك دول عربيه شقيقه عندها ممارسات عدائيه راني قلت باللي راهو نخلصوها غاليه الامارات راهي ماشي كيما نتوما تربيه بيوت الرذيله تضلوا في التعليقات وحنا شو هذا يا اخو يا الاماراتيين انتم ما كان والو اماراتيين ما يجيكش للتعليقات ويحكي معاك اماراتي لا كثر ساعه ساعه تلقاه يطل هنا يقول السلام عليكم ويسهل ما يقول لك راني راح نمحيك راني راح ننفيك من الوجود راني راح ندخل ندير وندير فيك راه غير انتم ما تشرك الفم راو غير انتم صباح وعشيه وتبون والنظام الجزائري كيف كيف مع 5,630,000 شهيد يا اخو روح درك فكها كي يجي يخلط لك في يجي يخلط لك في الاعدادات في المنطقه روح انت وتحرك خمس ملايين وستمائة وثلاثين الف شهيد الاماراتي انت كي قاعد بالشعارات وتبون كي قاعد يقول طاطا اختي الاماراتي راه عنده شراكه استراتيجيه مع اسرائيل في قضيه الاستخبارات في قضيه الامن القومي تاعهم الاماراتيين راهم في الصناعات العسكريه صديقي دخلوا المجال تاع الصناعات العسكريه سنا تشوف كان مو على بالي اصلا استنى طراش وين راحت اذا لقينا صور عليها ولا لا انت كي تضل من وراء الشاشه حنا رانا الاس 300 يا اخو الاماراتيين راهم خدموا راجمه الصواريخ راح كتب راجمه الصواريخ جهنم الاماراتي ما يستناش الروسي كما كتشوف في سوريا سوريا عندها الاس 300 عندها الاس 300 عمرها استعملتها اسرائيل يضلوا صباح وعشيه داخلين خارجين ممنوع عليهم يستعملوها دون موافقه روسيا الاماراتيين عندهم راجمه صواريخ من صنع اماراتي اماراتيين ما قالكش عنا شو هذا يا اخو الاماراتيين قالك نشمر على دراعي ونخدم ندير شراكات ندير تحالفات هاي الناس كيفاش السعوديه كيف اذا راهي تخرج من الوضع اللي راهي كانت فيه راهي بالجلب هذا ديجا راهم في 15% من التبعيه يعني قلوا التبعيه للتسليح الخارجي وراهم ماضين قدما
الإماراتيين راهم متقدمين بأشواط، تركيا نفس الشيء، النموذج جو دائما نتكلم عليه في الصناعات العسكرية. الناس راهي تخدم على شرها صديقي. الإمارات اللي تحكي عليها راهي الطائرات تاع الرافال، المقاتلة تاع الرافال عطاتهم مجانا للجارة الغربية المغرب، لأن المغرب ما يروحوش يسبوا الإمارات، تحالفوا معاهم وعندهم تحالف تاريخي معاهم. هم الناس ماشي تروح تخلق الأعداء. الأصل في العلاقات الدبلوماسية أكيد راح يكونوا عندك أعداء، راح يكون عندك مشاكل مع دول، لكن ماشي تخلق الأعداء مع الجميع صباح وعشية وانت تعادي، صباح وعشية وانت تشتم بطريقة صبيانية دولة عربية شقيقة عندها ممارسات عدائية. من هي هذوك الدولة اللي هاك؟ ليبيا حفتر نديروا له تشيك، مالي راه ما عارفينش صلاحهم ولا ما عرفوش قال تبون، حنا عندنا 5,630,000 شهيد واللي يقرب يا اخو. عمرك سمعت الاماراتي يقول لك اللي يقرب؟ الاماراتي ما يقولكش، محمد بن زايد عمره ما قال، لكن في الواقع اللي يقرب وي روح قرب وري راسك. طائرات الاف 16 تاع الامارات راهي اصبح عشيه في ليبيا تخبط تبعت للجنه. في مالي تواجد الإمارات يروى بشكل كبير جدا. شفت الفرق؟ الناس اللي تخدم على نفسها والناس اللي حابة مصلحة بلدها، والناس اللي كما انتم تربية بيوت الرذيلة تضلوا في السب والشتم نظاما وأنصارا للنظام. أو ماشي فقط أنصار النظام، ولو النظام الجزائري تاني غير السب والشتم، يضلوا يسبوا، يضلوا يسحبوا في السفراء هاربين، يضلوا هاربين. اهرب اهرب الطار، فرنسا اعترفت مغربية الصحراء اهرب الطار، اسبانيا دعمت مخطط الحكم الذاتي اهرب الطار، حفتر اقترب من الحدود الجزائرية اهرب الطار، راهم ساكتين ما قالوش كلمة. إمارات تخلق معها أزمة، لو كان على الأقل جد فيكم درة تاع رجولة ذكرتوا اسم الإمارات، كان جد فيكم درة. نظام لوز اللهي بلا مواقف حرفيا. من بعد غدهم الحال كي قالها لهم لافروف، درك على بالك أنصار النظام الجزائري راهي مخلطة عليهم. سنانا نفكركم ما عرف يدلقا هذيك صبرتشو راهي مخلطة عليهم. بوتين لا دا صعب نلقاوه والله راني نجيبوها. اصبر اصبر بوتين زعما ما نلقاوهش. ها والله 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 على بالكم هذه صدمه. الانصار النظام الجزائري ما جاتش من 62، باسكو دائما كان يقول لك روسيا حليفه وروسيا الشقيقه وروسيا كذا. على بالكم كان تعرف التداعيات تاع ما يحدث الان مع روسيا لما تدخل في ازمه دبلوماسيه. هي اصلا انا كنت دائما نحكي مثلا على الموضوع باش تشوفوا هنا النظام لما يكون ما عندوش رؤيه على موضوع تنويع التسليح. انا كنت دائما نتكلم عليه، وبطبيعه الحال انصار النظام يجيو يشتموا ويسبوا، ونقول ان كل استناد على السلاح الروسي فقط راه كارثه للامن القومي. باسكو اليوم حنا رانا يعني بالمصطلح البسيط حنا روسيا تقدر تعاملنا كالكلاب المتشرده، ودوك نبقاو برا ونبحوا. علاش؟ لانه التسليح كامل الروسي. الذخيره منين نجيبها؟ من روسيا. الصيانه منين؟ من روسيا. لو كان جا عندنا مثلا مثلنا، علاش دائما ناخذ النموذجين ونقول بانه سياستهم في التسليح كانت حكيمه جدا؟ مصر والمغرب
لانهم الشيء اللي شوف بتاخذ بالايجابيات بالسلبيات بالصعوبات سواء الجيش المصري الجيش المغربي كل ما شئت، لكنهم نجحوا في قضيه تنويع التسليح. الجنود سواء لما تروح الجيش المصري سواء تروح الجيش المغربي تلقاهم متكونين في مدارس روسيه فرنسيه امريكيه، ما عندهم حتى مشكل. لا داير نهار بدات الازمه بين اوكرانيا وروسيا، وشو من اول المواضيع التي طرحت؟ أن المملكة المغربية خرجت إشاعات أنها راح تسلم دبابات روسية لأوكرانيا، وهي كان الأمر غير صحيح لأنه المغرب بقوا في الحياد في القضية بين روسيا وأوكرانيا، بقوا بعيدين ولو أنه أقرب ربما أكثر للموقف الروسي. واتضح ماذا؟ أنه المغرب عنده ما يقارب ما يتجاوز 200 دبابة روسية، في وقت أنهم هم تاريخياً تعرفوا انه احنا لما بدات حرب الرمال بين الجزائر والمغرب احنا كانت معنا روسيا، كانوا طيارين روسيين هم في بمقاتلات روسية دعمونا، ومن الجانب المغربي كانت الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا كانوا هم في صف المغرب، يعني هم تاريخيا في صف الغرب. بصح في قضية التسليح لا، لانه الخطر بالنسبة للمغرب هو الجزائر، والخطر بالنسبة للجزائر هو المغرب عسكريا، باسكو احنا ما نتسلحوش من اجل مواجهة فرنسا، فرنسا تمحيك في 24 ساعة. فهما قال لك باللي الطرف الاخر عنده الدبابات الروسية، لازم احنا ايضا يكون عندنا على الاقل جزء من دباباتنا تكون روسية، ورغم انه في المغرب كاين دبابات الابرامز، لكن احنا في الجزائر عندك فقط دبابات روسية. وإشكالية كبرى شفنا لما بدأت المواجهة بين أوكرانيا وروسيا، وشو أكبر إشكالية طاح فيها الجيش الروسي؟ هي الدبابات، مش زارة تاع دبابات. لماذا؟ بهذوك القذيفات تاع الصواريخ هذوك الجافلين دبابة روسية راحت فيك تتسوى ملايين الدولارات، لأن الدبابات الروسية تفتقر إلى شيء بسيط وهو نظام تاع دفاع نشط اللي متوفر مثلا في الدبابات الإسرائيلية. تأخذ المركبة على سبيل المثال، عندك المنظومة تاع تروفي هذيك، الدبابات الروسية ما فيهاش. لهذا المجزرة روح رجع للصور في الأسبوع الأول في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا 800 دبابة راحت. وهنا راك تتكلم على دولة على روسيا المخزون تاعهم تاع الدبابات ما يعرفوش، لانه لما راحت الدبابات هذيك عوضتها دبابات اخرى، لكن انت راك ما عندكش. شفت الاشكاليه انه الجيش كاي قطاع في الدوله، الجيش هو تسيير سيدي مانجمنت، وفي المانجمنت يعني مبدا بسيط، يعني don't put your eggs in the same basket، يعني ما تحطش إذا عندك بيض ما تحطوش كامل في سلة واحدة، باسكو لو كانت السلة هذيك تطيح راح البيض كامل. بالتشبيه البسيط هذا نفس الشيء في التسليح، صار مشكل في روسيا المصانع تاع الأسلحة الروسية راهي تقريبا متوقفة، وتزيد صار لك أزمة دبلوماسية مع روسيا، كيفاش تدير؟ مصر كل مرة تصرى لهم أزمات على حسب الفترات، لكن يبقى الجيش المصري ما عندوش إشكالية لأنه عنده تسليح روسي، عنده تسليح أمريكي، عنده تسليح فرنسي، نفس الشيء. لهذا قلت النموذجين أنا دائما اللي نعطيهم هما الجيش المصري والجيش المغربي. وهذه هي الحقيقة المجردة. يعني باش تفهم باللي احنا في بعض الاحيان يجي يقول لك راهو المؤسسة الوحيدة في البلاد اللي تمشي مليح واللي تسير تاعها جيد هي الجيش الجزائري، ولو بالنقائص تاع البلد لكن الجيش لا. اكبر مسخرة في الجزائر هو الجيش الجزائري، حرس حدود، عندنا جيش تاع حرس حدود، غدا تصرى اي اشكالية مع اي دولة احنا اصلا ما عندناش الامكانيات باش نواجهوا اي شيء.
راه الزلط والتفرعين بالعباره الشعبيه البسيطه. وراني قلت لك هذه تنويع تاع مصادر التسليح. راه شوف صار المشكل تاع النظام، انصار النظام الجزائري، انهم لا يقرؤون ولا يبحثون ولا يفهمون. روح شوف مصادر التسليح، روح شوف صفقات التسليح تاع الجيش الجزائري، تلقى بانه 90% من روسيا، 10% الباقيه هي الانظمه تاع الرادارات وغير ذلك، مره من الصين، بعض الاحيان من فرنسا في حالات نادره، لكن التكوين تاع الجنود على العموم الا في السنوات الاخيره كانت واحد الفتره يبعثوا لفرنسا في بعض الاحيان، لكن على العموم روسي، تسليح روسي، تكوين تاع العناصر روسي، تكوين على استعمال التسليحه روسي. الجندي الجزائري لا يستطيع اصلا، ليس مكون لاستعمال اي اسلحه من غير الاسلحه الروسيه. يعني احنا الوجود تاع الجيش الجزائري مرتبط بروسيا. اختفت روسيا كيفاش دير؟ راك تشوف مثلا درك عندهم اشكاليات، هذا بلا ما نتكلموا على الظرف اللي رانا فيه الان اللي هو ازمه دبلوماسيه كبرى مع روسيا. بعد قال لي جنود ما يبعثوهمش لفرنسا، لا كاينه دورات تكوينيه تاع جنود جزائريين في فرنسا، كانت في فتره معينه، وكانت محاولات من فرنسا لبيع اسلحه فرنسيه في الجزائر، لكن كان دائما يقابل بالرفض، لانه النظام الجزائري على العموم لا يشتري الاسلحه من اي مصدر خارج روسيا، لانه روسيا هي البلد الوحيد اللي يسمح لك بالتلاعب بالصفقات تاع الاسلحه. فرنسا حتى لو تتلاعب بصفقات الاسلحه راح يجي وقت وتخرج القضيه للعلن، مثل ما حدث في حالات كثيره. فرنسا تقدر تتلاعب معك في اطار، لكن انك تضخم انه هذيك التضخيم تاع الفواتير، انه لي كوميسيون يروحوا للحسابات تاع الجنرالات وغير ذلك ما يديروهاش. وحنا هذا هو اللي خلانا حديث تاع التسليح الروسي، انه عندك نظام يهمه فقط المصالح تاعو. روسيا ما عندها اي اشكال تبيع لك كما تريد، مليار دولار تروح في حسابات جنرالات هنا وهناك، في حسابات في ديباغادي فيسكو وكلش، في جنات تاع ضريبيه، ما كان حتى مشكل خويا. المهم روسيا تاخذ مصالحها، لكن الدول الغربيه على العموم، مثلا فرنسا بلا ما نحكي لك السويد، مثلا دائما انا نضرب مثال بالسويد. السويد تروح تشري من عندهم اسلحه صديقي، هو يولي يحاسبك. تعرف باللي البرلمان السويدي يقدر من بعد يسائل جنرالات جزائريين، لو كان يكتشف بانه هناك قضايا تاع فساد ولا تاع دي كوميسيون ولا تاع تلاعب في الصفقات، البرلمان السويدي عنده الحق في استدعاء ناس اللي تعاملت معهم السويد. السويد عندها انظمه تاع تسليح، عندها مثلا الارشر هذاك، مدفع ذاتي الحركة، من الأكثر تطورا في العالم. لماذا مثلا الجزائر ما تروحش تشتريه؟ عندنا الإمكانيات، الأموال موجودة، ميزانية تاع 23 مليار دولار. لماذا الجزائر ما تروحش للتسليح السويدي على سبيل المثال؟ لأن السويد دير معها صفقة تاع أسلحة، يكتشفوا فساد هما يحاسبوك. إيطاليا معروفة بفسادها وكلش، انه هما عندهم شوية الفساد في المنظومة تاعهم، لكن في القضايا تاع سوناطا راكم تتذكروا كيف هم العدالة الإيطالية فتحت تحقيقات. سوناطا راك واحد وسوناطا راك اثنين، هذه إيطاليا، فما بالك تروح للدول الإسكندنافية. باكونتر روسيا ولا الصين يبيع لك كما تشاء. الصين راكم شفتوا في قضية الطريق السير ما عندهمش مشكل هما المهم ياخذوا مصالحهم. انه انت تتلاعب في الارقام، انه دير لا سورفاكتوراسيون، انك تعطي ارقام مغلوطه ولا غير ذلك، ما عندوش مشكل هو. علاش مثلا طريق السيار شرق غرب مدوه للصينيين وما داوش مثلا شركات من بلدان محترمه للالمان ولا للبلدان اخرى؟ لانك تقدر، لانه لما تخرج خارج الاطار تاع الدول هذه المحترمة اللي عندها عدالة تسائل حتى الأجانب. هذه هي الحقيقة.
اللي يقدر يتعامل مع دول مثل السويد ولا مثل ألمانيا هما الناس اللي ما عندوش تبن في كرشو. اللي ما عندوش أنا كي نكون نتعامل بشفافية وحب مصلحة بلادي أنني حب نشري تسليح مثلا من بلد آخر السويد نروح نشري من عند السويد، حتى إذا العدالة السويدية ممكن تسألني يوما ما، ما عنديش مشكل، أنا أموري مضبوطة، علاش نخاف؟ علاش لازم نروح لروسيا فقط؟ ما نروحش لروسيا فقط، ننوع مصادر التسليح تاعي، نحاول كيفاش مع الولايات المتحدة الأمريكية أنني نقدر نحصل على تسليح أمريكي. وهنا تفهم أيضا الإشكالية الكبرى، لماذا احنا الجارة الغربية ما عندهمش مشكل في التسليح الأمريكي، لأنهم هم الجيش تاعهم يعتبروها قضية تاع وجودية بحكم أنه عندهم تهديد في, 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 في الأقاليم الجنوبية. دونك منذ 20-30 سنة قال لك بأنه ما يمكنش مثلا الجيش المغربي واللي قضايا تاع فساد ولا نتلعبوا بصفقات الأسلحة لأنه قضية وجودية لهم. وأول مصدر تاع التسليح تاعهم كان الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لما تتعامل مع علاش النظام الجزائري عمره ما توجه للتسليح الأمريكي، لأنه أصلا الولايات المتحدة الأمريكية باش تبيع لك الأسلحة تاعها لازم شروط، ولازم أنت تكون متأكد من نفسك مثل الشركات. على كل حال الشركات فرنسية كثيرة ما تروحش تعمل يعني ما تروحش تفتح فروع لها في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنك لما تفتح فرع في الولايات المتحدة الأمريكية تصير ملزم بالقانون الأمريكي، القانون الأمريكي تغلط يبعدك لا. روحوا رجعوا القضية تاع بي ام بي باريبا لما صارت التعامل تاعهم مع السودان وقت كانت عندها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية، روح شوفوا اش صار لهم في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كاين دول لما تتعامل معها لازم تكون ضيف، تكون موسخ غير خطيك. روح لروسيا الموسخ يتعامل مع روسيا فقط، هذه هي الحقيقة. اللي تلقى يتعامل مع روسيا فقط، طبعا ما نقولش اللي يتعامل مع روسيا دولة محترمة لازم تتعامل معها، لكن مثلا اللي يشري تسليح روسي فقط أو تسليح صيني فقط هو إنسان وسخ عنده قضايا فساد غارق في الفساد، لأنه ما يقدرش يروح لمصادر أخرى. هذه هي الحقيقة، وهذا هو الجيش الجزائري. قيادة الجيش الجزائري غارقة في الفساد، قادرة، أقدر قيادة جيش في العالم هي قيادة الجيش الجزائري، أقدر قيادة جيش في العالم، لأنه تقريبا ما كان جيش في العالم عنده مصدر تسليح واحد وأوحد للدرجة هذه. لهذا الجيش الجزائري عنده أقدر قيادة، أقدر جنرالات في العالم هم الجنرالات الجزائريين، أوسخ جنرالات في العالم هم الجنرالات الجزائريين، أكثر جنرالات في العالم غرقا في الفساد هم الجنرالات الجزائريين. هذه هي الحقيقة جماعة. نحاولوا نوصلوا ل 300,000 ونبداو نطلعوا اللي عندهم مداخلات يعملوا لنا طلبات، رانا طولنا شوية في الموضوع لكن الموضوع مهم، المواضيع هذه مهمة صراحة بحكم أننا نتكلموا على أمور راكم تشوفوا رانا على بعد ساعات، يعني كي تجي تحسب بالمنطق ما بقاش ساعات من انطلاق حملة انتخابية، قال لك حملة انتخابية وانتخابات رئاسية في 6 سبتمبر، رانا رايحين من منتصف شهر أوت، كش ما كاين حديث على انتخابات، بلد راح فيها كليا، بلد مدمر كليا. بريثا ما توصلنا الضرب على الشاشة 300,000 ونبداو نطلعوا. نزيد نحكي لكم على واحد القضية، قال الشروق، جريدة الشروق نشرت، أصلا نوري لكم، شوفوا العنوان هذا، اسمعوا مليحة، قال لك هذه أوراق الجزائر لتأديب ماكرون، ماكرون مع تبون.
اسمعوا مليح ما هي أوراق الجزائر لتأديب ماكرون حسب جريدة الشروق. قال لك تمرير قانون تجريم الاستعمار عبر البرلمان كورقة طريق تسير عليها المستعمرات السابقة. مع أنت منذ 1962 ما درتوش قانون تاع تجريم الاستعمار. تسمى هذا وين راح نتأدبوا ماكرون؟ علاش؟ ماشي لما قال لا وجود لأمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، ما أدبناش، ما درناش قانون تاع تجريم الاستعمار، هما ما يديروهش على فكرة. لكن حتى سيدي إذا داروه درك تمد ديروه كي ماكرون اعترف بمغربية الصحراء بقضية ما عندناش علاقة بها، وما درتوش كي قال علينا لا وجود لأمة جزائرية قبل الاحتلال. كي وش المنطق هذا تاع النظام القذر هذا؟ الوقت اللي كان لازم تأدب ماكرون راه وقال لك الجزائر صناعة فرنسية. انتوا ماكش عندكم عقل؟ كش من عندكم ناس تخمم عندها عقل تخمم بانه لما تقولوا الكلام هذا معناتها النقيض تاعو راه هو الصحيح؟ تما انتوا مراد، واش بيكم في الفتره الاخيره هذه؟ زادوا صوت لكم الخيوط اكثر. وزيد واش قال لك تحريك ملف التعويض عن التفجيرات النووية في الجنوب وتطهير المنطقة من المخلفات الإشعاعية. معناتها ملف التعويضات هذا راكم جمدتوه منذ 1962، والملف تاع تطهير المنطقة من المخلفات الإشعاعية اللي هضر عليه فرانسوا أولاند في 2012 لما جا الجزائر راهو ما كانش منه، كذبتوا علينا وقت. تسمى درك كي فرنسا اعترفت بمغربية الصحراء ظهرت لكم تحركوا الملف. عمري ما شفت نظام بالحماقة تاع الناس هادو، شي جامي في سا. يقول لك الغاء العمل بالاسعار التفضيلية مع فرنسا، دونك يفضحوا نفسهم بانه موجودة اسعار تفضيلية خارجة من الاطر القانونية، من الاطر تاع عقود. كارثة. اليوم ما لاحظتوش باللي في التعليقات تربية بيوت الرديلة بزاف؟ وش بيكم اليوم؟ يخديتوا الميدالية الذهبية مع خونا نورمالمون راكم ديروا الديفيلي وتفرحوا، ولا جايين عند شوقي بن زهرة يا اخي؟ قلتوا الله يفتح شوقي بن زهرة في غراء الدولة اللي هاك، يا خليوني معاهم، علاش تضلوا تسبوا؟ راني نشوف فيكم بزاف التعليقات تطيح، نهضر على تربية بيوت الرديرة يطيحوا. الخير ديتوا الميدالية الذهبية وتجيو عندي تحدات تكونت نجحت واجهت الإسرائيلية خلتها تبكي يا جدك. أنا ونلعبها برك إسرائيل هذوك ونقول متطورين ومنا بصحة، وعندي شوية حساسية وعندي الغيرة هذيك، ماشي لأنهم يبعثوا للجنة هذيك خاطاني، لأنهم متطورين بزاف من غيرة صاحبي. كي حكمتهم السعودية بكات هذيك الإسرائيلية صراحة الله.
فرحة ما تقدرش تصورها. لكن هادو هما الناس اللي الإنسان يفتخر بهم. أن حتى هذاك الجزائري اللي خسر في السباحة وواجه الإسرائيلي والله من قلبي نحترمه، سي كيلكان دو ريسبكتابل، إنسان محترم. أنصار النظام بعد قالوا لي لا، قالوا لي أنت ما تفرقش بين الرياضات الجماعية والفردية، قالوا لي حنا راس راس مع الإسرائيليين برك نهربوا. قالوا لي كي تكون رياضة كما السباحة نورمال، كما الطفل الصغير هذاك اللي يخاف يرقد في الظلمة وتجي معاه ماماه ترقد قدامه. هكا كان صار النظام الجزائري، قال لك حنا الاسرائيليين كي يخرجوا لنا راس راس اخويا ما نقدروش نهرب. اودي يخوفوا الاسرائيليين، بصح كي يكونوا قدامنا المان استراليين معليش راه ما يقدروش يديروا لنا العيب في حضورهم. هذا هو المنطق والله، غير قالوا لي هكا انا، قالوا لي الرياضات الجماعيه عادي، الرياضات الفرديه لا لا لا، غيكون اسرائيليين هربوا اخويا. أحمد عطاف في الأمم المتحدة بحضور الجميع ويهرب كي يدخل ممثل إسرائيل. صراحة العالم الإسرائيلي هذا كي تشوفو تخاف. الناس اللي بنات الروحة وحد اللي. تخيل المنطقة هذه كامل خصوصا عندنا احنا في الجزائر يشوفوا العالم الإسرائيلي الرعب يا جدك. شوف الناس اللي قدرت تبني صورة لنفسها. العالم هذاك مجرد العالم يخليهم يدخلوا فيه هستيريا. علاش وليت هكاك؟ باسكو اسرائيل حكمتك في ثلاث حروب متتاليه مسحت بك الارض ذهبا وايابا. باسكو ناس الجامعات تاعهم من الاحسن في العالم، باسكو ناس عندهم كفاءات، باسكو ناس عندهم لوبيات تخدمهم في العالم كله، لانه ناس تعرف مصالحها، ناس ذكيه عندها استراتيجيه عندها سياسه تمشي بها، وناس ما تتخباش، ناس تواجه، تلقاه في مجلس الأمن، تلقاه في الأمم المتحدة، تلقاه وين يكون تلقاه، ما يتخباش، ما يهربش، ما يديرش هرب الطاهر. هذه هي الحقيقة. واللي بعد على السياسة هذه السعودية، راني قلت لك صدقوني وشفوا عليها، بعد سنوات راح نشوفوا أصلا الذهنية في السعودية كيفاش راهي تتغير، راهو شيء خارق. مجرد أنه جاء إنسان اللي هو محمد بن سلمان غير حول الذهنية رأسا على عقد. هذه تاع دنيا أبو طالب راهي ماهيش قضية رياضية، راهي أكبر من هذا. تحدي هذا تاع الشابة هذه، تحدي تاعها ربما لما جاء محمد بن سلمان هذه راهي كانت في التحضيري ولا في الابتدائي تقرأ. لكنه غرس الذهنية هذيك تاع أنه ما نهربش، انه لازمنا درك نواجهه، لازمنا نتحداو، لازمنا نكونوا موجودين. الصوره تاع الاولمبياد ماهيش الصوره هذه الموشينه هذه تاع ايمان خليف، هذا هي تاع دنيا ابو طالب لما بكات الاسرائيليه. سي سا لا فيغيتي، هذه هي الحقيقه.